ودنا نقول للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الله أيوة الله أكبر. هات هات ما عندك، الله يفتح عليك عبد الرحمن. اللهم يا رب العالمين، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا سميع كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مقيل العثرات، اغفر لنا وارض عنا وتب علينا، ولا تحرمنا لذة النظر لوجهك الكريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، واغفر وارحم لجميع موتى المسلمين. اللهم آمين. جزاك الله خير. آمين وإياكم. وكتب الله أجرك على هذا الدعاء الطيب. آمين وإياكم. ونعود حقيقة أبناءنا، ونتعود نحن أن للصائم دعوة عند الله لا ترد، دعوة عند الله مستجابة، فيدعو لنفسه بصلاح قلبه.